انت بتاخذين فقراتك فقرات غيرك يعني ولا لا؟ انت قلت لي انه انا استلم هذا كان اتفاقك كذا، ولا ما اعرف مع الادويه غيرت رايك؟ مو مشكله، تبي تتفضل معي تعال. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح يا اهلا وسهلا لاحلى فرح لابس صورت كمان اليوم. شكرا شكرا. صباح الخير. صباح الخير. كيف الامور؟ الحمد لله سلامات. يعني ضرت العقل اليوم احنا أريد، حسيت شخصية تغيرت. عملية جراحية راح العجل. لا لا عملية نكمل على هاني. هي بزرع وردة بمكان ال. نزرع وردة. مكان الضرس. لا مو أنت قلت الشبكية وظهرك. نكمل عليك اليوم. هذا دلع دلع يا فرح، هذا مو حقيقي. دلع عليه. ما عرفتي هاني. يلا اليوم حنزرع، وانت جبتي لنا هذه الفازة الحلوة، فهي الفكرة انه ايش احنا نزرع ونقدمها انه هذه هدية، صح؟ يعني انه لانه احنا على ابواب العيد، فاحلى هدية بالنسبة لنا انه اللي يحب النباتات والورود هو يصمم يعني وعاء خاص بنفسه لتقديم هدية للناس اللي يحبهم لما تروح زيارات مثلا. مرة احب انا هذه الفكرة، وتحس انه الهدية حقيقي يعني مخصوصة لي. بالضبط. بس السؤال ايش النباتات أو الورد اللي نحطها مع بعض عشان تطلع؟ هي شوفي مثلا عندنا هاي أنا سويتها حضرتها للنبات. يعني هاي خارجية تحت. هاي الموجودة تحت هاي ورد خارجي، فهاي حضرتها أنه إذا حبيت تقدمي هدية هاي حطوها مثلا بمدخل البيت. لأنه هاي النوع من الورد والفينكا يتحمل الحرارة طبعا. أوكي. ويزهر أكثر بالجو الحار. أنا دحين نبغى نزرع سوا عشان أبغى أشوف كمان المسافات اللي لازم نسيبها بينكم. طيب انت راح تزرعي تكملي هاي لانه احنا اشتغلنا طيب بيها، وانا راح ازرع واحده جديده. هاي بس قربي لي هذول عندي. بس انا عجبتني هذه، ينفع احط هذه مع هذه ولا لا؟ لا لانه هاي ظروفها غير شكل، لانه هذه حتى تعيش مع بعض. أيه. يعني لازم تزرعيها مثل بعض، ما يتناسقوا يعني. ما يتناسق لانه هاي تحتاج مرتين مي بالاسبوع، وهاي النوعيه مرة واحدة بالأسبوع. فلازم احنا نتأكد انه حتى تعرفي اسماء. هاي فيتونيا وهذا الكالانشو. فيتونيا هاي وهاي الكالانشو. فاحنا انا راح تقدرين بهذا يعني. بس قبل هاي لازم انه نحط احنا حصى تحت بالوعاء لحتى الكمية المي الزايدة تترسب تحت وما تظل بالتراب. ما له دخل يعني من انه عشان بس مو لازم احط تربه اكثر يعني، صح؟ لا 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 لا. أوكي. انه فقط حتى تحمي جذور النباتات من التعفن. والان نحط التراب. اوكي اساعدك افرغها. هذه اوف ثقيله هذا. اوكي افرغ التراب. ولازم تعبيه بالكامل. تعبيه إيه. وهذا نوع التربة ايش يعني؟ التربة هاي اللي عادية من السوبر ماركتات اللي تشتريها او المشتل. بالمناسبة هاي النباتات هاي الورود انها متوفرة حتى بالسوبر ماركتات، ومو شرط انه تروحي للمشتل وتشتريها، فموجودة متوفرة بكل السوبر ماركتات. فهاي انا احط بعد. احفري اوكي. التراب اشيله؟ اشيلي حطي عندي. اوكي. لانه عندي انا كمية. وهاي طلعيها شوفيها كيف؟ اوبس. بهاي الطريقة وحطيها. ما شو اسمه افرفتها شوي؟ لا لا لا. اوكي زي ما هي. اي زي ما هي. وبعدين اضغط عليها. وضغطي بالضبط، لازم انه تضغطين على التراب. يا سلام، والله هذا الموضوع ريلاكسنج مرة صراحة. ريلاكس كثير كثير. انا هاي تسوي كذا كل يوم فرح تقريبا؟ والله. انا هاي قررت انه البيضه احطها بالوسط. فيري نايس. حلوه تكون. وراح احط مثلا هاي البينك فوشيا. انا احط لك تربه. حطي لي عادي. حلوين مرة صراحة حق كثير بانك. الألوان كثير حلوة. وتخيلي أنه هاي هدية تهديها للناس العزيزين على قلبك، وتاخذين أنه أنت تنسقين هاي، يعني خلينا نقول فازة أنه أنت تنسقيها بنفسك وبعدين تعيش صراحة فرح. يعني أنا بصراحة أوقات لما تشتري بكيهات تدفعي لك مثلا 500 درهم على بكيه ورد حلو، يجلس لك 4-5 أيام بعدين خلاص يعني
بالمناسبة هاي تطول هاي النباتات قد إيش يعني؟ يعني هاي لا عادي تعيش تعيش هاي تعيش هاي ما تحتاج إضاءة قوية اللي عندك يعني النبتات وهاي تحتاج إضاءة وهاي نوعية الكالانشو طبعاً بتظل تزهر طول الوقت بس بليز ساعديني سوري سوري انت ظلت عندك واحدة عادة فرح يعني ايش المناسبات اللي انت تحب تهدي فيها كذا ورود وزرعوا والله دائما يحب يعني يعجبني انه دائما كل المناسبات انا اهدي فيها نباتات انا هذا اليوم ححديها لهاني بما انه خلع ضرسه هاني وموجوع. تعال ساعدنا هذه هاني مخصوصة ترى يعني انا قاعد اسويها بحب عشان انت تحطها في بيتك بعدين خلينا نشغل عشان هاني ضرس العقل تعال تعال هاني ساعدنا ساعدنا شوي يا جماعة ترى أنا قاعد يعني والله جد في ألم في ألم ألم بس هذا لما يعني ريلاكس لما تشتغل الورد إيش رأيك ريلاكس. هذا لك ترى حتاخذه أنت البيت هاي الهاني لا تكسر طيب طيب هاني ممكن تساعدنا بس تجيب لنا الحجر لازم نحط حجر فوق انتوا مادين انتوا تشغلوني ولا أنا أزرع لا ما أنت ما إلك جلوز بس نزين نزين نحط بالفراغات اوكي اوكي هذا الحجر والله فيري نايس بس هذا الحجر ما حي يعني كيف اسقيه بعدين عادي 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 وهاي الفتونيا بتحب انه ترش طب هاني هذا تسقيه مرتين في الاسبوع مرتين في الاسبوع قلت صح مرتين بالاسبوع قبل الطعام ولا بقى كيف بعدين تاثير الادويه يا جماعه هاي داخليه هاي نباتات داخليه هلا ليش ما يشتغل عندنا اليوم اشوف عجبك أنا اختصاص أسلحة أظن هنا لازم تعمل أنلوك أيوة لا هو مكتوب رش الفينكا الخارجية هاي الفينكا هاي كل يوم تنسقي يعني ممكن حتى مرتين باليوم لا بس هي لازم تترش هي ترش لأنه تحب الرطوبة بس أنه الآن يعني ممكن أنه إحنا أنا بإيدك بإيدك ملاحظة جدا مهمة كملوا كملوا أموركم زين أوكي